انت ايه؟ انت اللي ايه؟ وريني الخريطه. خريطه ايه؟ مش خريطه خالص، دي اصلا. امال ايه؟ ساندويتش. ساندويتش؟ انت بتهزر معايا ولا ايه؟ كلمه السر ايه؟ كلمه السر عرف الديك. عرف الديك يس. يبقى انت اهلا. انت فهمك سريع قوي. وريني الخريطه. اتفضل. الخريطه دي مش الحقيقيه. واي ده احنا واخدينها من اللي اسمه بوجي ده. ضحك عليك، ده لسه مرسومه والوانها بتطلع في الايد ولسه ورقها جديد. نعم. واي يا ابن الايه يا بوجي بقى كده تضحك علي انا؟ اوكي، ان ما قتلتك وشربت من دمك ما بقاش انا. الغراب كان راجع مع اصدقائه الطيور، لفت انتباهه شئبة فاستأذن من اصدقائه وانصرف، فوجد بحيرة من العسل. عسل ابيض ولا عسل اسود يا طنط شفيقة؟ اصلها تفرق معايا خالص خالص. عسل ابيض صافي. طيب ليه الغراب ما قالش لاصحابه الطيور؟ ما هو ما كانش يعرف انه عسل، واكيد هيقول لهم، مش كده يا طنط شفيقة؟ ما تستعجلوش وتسبقوا الاحداث. المهم الغراب فرح بالعسل وقال لنفسه، بحيرة من العسل لا يعرفها غيري، سوف آكل العسل كله وحدي. وفضل يأكل لحد ما بطنه اتملت. وخلص البحيرة كلها يا طنط شفيقة؟ لا طبعا، لأن بطنه صغيرة وكان نفسه تبقى بطنه كبيرة عشان يخلصها. وبعد ما ملى بطنه من العسل عمل ايه يا طنط شفيقة؟ مقدرش يطير ووقع في بحيرة العسل وظل يصيح غريق غريق عشان حد ينجده ويخرجه من بحيرة العسل. ما هو لو كان عرف اصحابه الطيور كانوا ساعدوه. ما هو ده جزاء الأناني. واللي بياكل كتير كمان برضو يا طنط شفيقة. المهم لما الشمس طلعت تاني يوم خرجت الطيور تبحث عن طعام، شافوا بحيرة العسل وكل واحد منهم قال أنا هاخد اللي يكفيني وبس، مش هاكل كتير. طيب الغراب بقى راح فين؟ غطس في بحيرة العسل، ما كانش باين منه إلا راسه، والطيور قبل ما تاكل من العسل ساعدت الغراب وخرجته من البحيرة. شكرهم الغراب وقال بعد كده مش هاكل كتير، هاخد من العسل اللي يكفيني وبس. ايه ده؟ قنبلة دي ولا ايه يا طنط شفيقة؟ لا ده سيزيكا بيتعلم في الكمبيوتر. يا خسارتك يا كمبيوتر، من فضلك يا طنط شفيقة قولي لزيكا كفاية دمار في الكمبيوتر. استني بس يا زيزي، اما نطبر عليه الاول. ايه الاخبار يا باشا؟ الخريطة بتاع الكنز طلع فيها ايه؟ الخريطة طلع فيها خيبتكم. بجد؟ تصدق انا كنت حموت واشوف خيبتنا. واحنا كمان يا باشا. بس استاذ توكي، يا شوية مهابيل يا شوية بهاليل. وانت يا بابا باشا ازاي واحد زي بوجي يضحك عليك يا راجل ويديك خريطة مش حقيقية، خريطة مضروبة؟ ما انا اساسا يا باشا معرفش الخريطة المضروبة من اللي مش مضروبة. انا اول مرة في حياتي اشوف خريطة كمز. بابي 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 اسكت ساكت. خلينا عايز اقول حاجة. خلينا في الخريطة المضروبة. ما انا بابا ما هي نسبة الخريطة المضروبة دي يا بابي. قلت اسكت وانت ما تسكت ساكت بقى يا بصباه. احنا في خطر يا بابا. خطر؟ انتوا مش بتقولوا ان الخريطة المضروبة دي لازم نتخلص منها علشان لو حصل كبسة ولا حاجة ما نروحش في كازوزة. نروح في الكازوزة ليه؟ انتوا مش بتقولوا انها ما
انا بهتش. متشكر يا بابي، انا كنت بس بنبهك لحظه تروح في داهيه ولا حاجه. بقول لسعادتك ايه يا باشا، هستلف من سعادتك المسدس اقتل بيه ابو صباعه ورجعه لك تاني. ليه بس يا بابي؟ ده جزاء يعني؟ تستاهل يا اخويا عشان ما تجيبش سيره الكبسه تاني. ابوس ايدك يا باشا، اديني المسدس بتاعك اقتل الواد ده. لا لا يا باشا، ارجوك ارجوك ما تدلوش، لحظه السلاح يطول يا باشا. طب بص يا باشا، اديني المسدس اقتل بيه نفسي ورجعه لك. بس استوب استوب شويه مهابيل بس. دلوقتي عايزين نخش في المهم، لازم نقعد عشان نحط الخطة تاني. أيوة، بس المرة دي خطة ما تخرش الوتر. إيه الوتر ده؟ ده كهربا. أيوة جاي. إيه اللي عواك كده يا موسى؟ قبل ما عملنا الشاي تؤمر بحاجة؟ مفيش أخبار عن العصابة يا موسى. العصابة؟ العصابة دي بقول الله ما حد هيجيب قرارها غير أنا، وقريب قريب قوي. خد يا موزة. أيوة. تشرب إيه؟ أنا عرفت واحد من العصابة. إيه؟ عرفت واحد من العصابة. وفين؟ الراجل اللي قاعد هناك دوت. ده؟ بقول لك يا موزة، خد أقول لك. إيه؟ شايف الراجل اللي هناك دوت؟ آه. غريب من المنطقة، بس بشوفه كتير في الحارة، وأنا بقى بشك فيه. ده غريب. ده عمك لطفي جوز خالتك سعاد، ما انتش عارفه؟ الله الله الله، هو ده عم لطفي جوز خالتي سعاد؟ ما داهي يا لكوك كمان مش عارف جوز خالتك. بقى عدم لمؤاخذه يعني، اصل خالتي وامي متخاصمين مع بعضيهم من زمان قوي. قوي؟ من قد ايه كده؟ يعني من يوم خالتي ما خشت على عم لطفي. من ليله الدخله؟ ايوه. يبقى ليك حق تشوف. ايوه يا بص. ايه انتوا بتعملوا ايه؟ نايمين يا بص، قصدي بنعمل خطه يا بص. نايمين ولا بتعملوا خطه؟ بقى بعد كل ده وقادرين تناموا يكون في علمك دي اخر فرصه ليك انت واللي معاك. لا لا يا بص، اي ام سوري، الاسلوب ده ما عادش ينفع معايا. يتكلصوا المهمه ده ينكلص عليكم. قصدي ان امنت نفسي خلاص، وتهديدك ما عادش يجيب اي نتيجه معايا، واي محاوله للتخلص مني هتتفضح على كل المستويات. لعلمكم في ناس كبار قوي قوي واقفين ورايا، ولو حاولتوا تتخلصوا مني هتتفضحوا على كل المستويات. انت ازاي تعمل كده؟ انت عارف لو القيادات عرفت ايه اللي ممكن يحصل؟ اللي يحصل يحصل، انتوا مالكوش امان وانا مأمن نفسي. اوكي، انت هتكمل العملية وتنفذ اللي هنقول عليه عشان العملية تنجح. هو ده الكلام، وانا مش متأخر. لسن اسمع بوجي، ما يروش عن انيكو لازا واحدة لحد ما نوصل للمطلوب. حاضر يا بص. اوكي. انت لسه قاعد عندك مستني ايه؟ ما تقوم تمشي. حاضر يا بص، حاضر حاضر. اوكي 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 جود باي جود باي. ايه ده؟ ايه ده انت وهو؟ اصحى انت وهو، قوم فز فز. كبسه كبسه انا كبسه، يلا نطلع من هنا. اجري يا بابي، عايزك تصدقوا كلامي. ستوب، رايح فين انت وهو؟ مش في كبسه يا باشا. كبسه ايه؟ مفيش لا كبسه ولا زفت، مفيش اي حاجه. الله، امال مستحيل ليه يا باشا؟ اسمعوا يا شويه بهليل، احنا عايزين نروح الحاره ونراقب بوجي. خدوا بالكم من هنا ورايح مفيش نوم خالص. ايه بيه، والليل مش هيطلع بعد كده تاني ولا ايه؟ لا حول الله، شغال مع شويه بهليل. يلا تهوى الحاره جو. هي ايه رايكم بقى؟ يعني ما ينفعش نعمل فيها مصنع نشتغل فيه احنا واولادنا؟ يا ريت، بس تكلفه المصنع كبيره قوي. ما نفتحها مركز شباب احسن. فكرة كويسة برضو. أنا شايف إن الجنينة والمكتبة والنت أهم مظهر ثقافي وحضاري في الحارة. ما نفتحها سيما أحسن.
عايزين مستشفى ولا مستوصف خيري ولا مشغل؟ الخرابة تنفع مجمع للدروس الخصوصية بالمجان الأهل الحار. والله الدروس الخصوصية خربت بيتنا. بإذن الله هنحاول نعمل في الخرابة اللي يكون فيه مصلحة ليكم ولأولادكم. ربنا يوفقكم يا رب. أما خرابة بوجي. نعم يا معلم حنقول. صحيح الكلام اللي أنا سمعته ده بوجي؟ كلام إيه يا معلم؟ ناوي تعمل مشاريع خيرية في الخرابة؟ إن شاء الله يا معلم. يعني أنت تاخد الفلوس بتاعتك تصرفها على العالم ما تستاهلش؟ ما تقولش كده يا معلم عيب، دول ناس كلهم أهلنا. أنا بنصحك نصيحة لوجه الله تعالى، خد القرشين أمن بهم مستقبلك وأعمل بهم مصلحة لنفسك، ما تصرفهمش على العالم ما تستاهلش. وإن كان أخويا السعر مش نافع معاك أنا مستعد أزود لك مرة واثنين وثلاثة لغاية ما ترضى. الخرابة اتباعت خلاص يا معلم. اتباعت لمين؟ لأهل الحارة. الخرابة دي واقفة ليهم، يعني بقت ملكهم مش ملكي. بعد إذنك يا معلم. الجدع تعالوا مش مريحه، أنا بنصحه لوجه الله تعالى.